طبعا اليوم لان البطوله تنشيطيه ما كان موجود الفي اي ار. نعم. طبعا بناء ليش شلون رجع الحكم نعم. بقراره؟ انا اقول لك طبعا البعض يقول ممكن راح غرفه الملابس وشاف الحاله بالتلفزيون، نعم. ومن خلال قرار للحاله بالتلفزيون رد في قراره ورجع في قرار واتخذ القرار السليم. وانا اقول لك هذه نعم. ماساه اذا طلع على قرار مشاهده نعم. من خلال التلفزيون واحتسب الهدف بانه هدف نعم. سليم. لابد ما دام ما عندك الفي اي ار التلفزيون لا يعتد فيه، واحد. نعم. اثنين، لا يحق لمراقب المباراة أو مقيم المباراة أو رئيس الاتحاد أن يتدخل في قرار الحكم. نعم. اثنين. ثلاثة، شلون رجع؟ رجع بناء على أحد الأطقم الموجودين، يا مساعد الحكم يا الأول الثاني أو الرابع. نعم. بناء على مشاهدة المساعد الأول أحمد صادق أعتقد ممكن هني طبعا رجع في قراره. مطول ما دام ما كانوا طالعين برا ميدان الملعب واللاعبين كانوا بالميدان وما راحوا، بإمكان الحكم نعم. يطلع اللاعبين حتى لو بغرفة الملابس يطلعهم نعم. يقول لهم تعالوا لم يتم استئناف اللعب، لازم نستأنف الركلات، لأن نعم. بناء على قرار المساعد اكتشفنا بأن الهدف سليم والكرة اخترقت المرمى نعم. والشبك مشغول بناء عليه، فبالتالي عيد اللاعبين واستأنف الركلات.